مساءك، كيفكم ان شاء الله بخير. فيديو اليوم زي ما انتم شايفين تحت في العنوان حيكون انواع الامهات في رمضان. قبل كده انا عملت فيديو انواع البنات في رمضان، اذا ما شفتوه هخلي الرابط في صندوق الوصف. بعد خلصوا الفيديو روحوا شوفوه، وكمان في انستغرام حاسوي فيديو بعد فتره في يوتيوب، وطلبت منكم ارائكم في انستغرام. اذا مو متابعيني على انستغرام حيصير في الشاشه تابعوني عليه، وما تنسوا اللايك وشير سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدي، وما اطول عليكم اكثر من كذا. وبس يلا شوف الفيديو. تعالي يا بي، مالك يا ماما؟ فيديو شنو دايرة تصوري؟ ترى وريهم انواع الامهات في رمضان. اها لو كذا تمام، يلا شوفوا الفيديو. ماما ساعدك حاجة؟ لا لا شكرا. طيب ليه كده يا رب؟ ليه ما في زول بيساعدني يا رب؟ انا بس اسوي واطبخ ثم ياكلوا، كل واحدة تمشي في سريرة تموت. ماما ما في زول بيساعدني ليه يا ربي؟ جدا. والصينيه بتاعتي اللي هحط فيها مجموعه البقيجر. ماما قاعده تسوي شنو؟ انا بقول لكم في وصفه الليله من التلفزيون، الليله فطوركم حيكون سمح خلاص. يلا بس اسكتي عشان اكمل الوصفه. يومي يعني حماس الليله فطور حيكون حاجه ظابطه يا اخي. اهي ماما طبختي شنو؟ ملاح روب. بجد؟ امال قاعدة لك التلفزيون من قبل تقولي لي ما عارفة شنو، وانقل وصفة وانقل وصفة في النهاية ده؟ ليه؟ هو ملاح الروب، عجبك اوكي، ما عجبك ما تجيبي لي راسي ما تاكلي. اهلا كيفك اخبارك؟ تفضلي تفضلي. ازيك ازيك؟ ها كيفك؟ كيف راجلك واولادك؟ ان شاء الله كويسين؟ والله تمام الحمد لله. لكن عاد الليلة ما عندي لك شمال نار فظيع 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 يا زول. احنا في رمضان حرام نقطع في الناس، حرام حرام، استغفر الله. طيب على كيفك، مع انه شمال فظيع على كيفك. طيب 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 احكي 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 طيب هحكي لك. بس بتجي بلينا كده كوباية شاي سمحة خلاص من يدك. لين قبل لين يلا ما شايب. تفضلي. شكرا. تعرفي مريم بنت ليلى؟ عادي اختي ما شفت اللي حصل لها شنو. ها يلا احكي 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 احكي. راجلة طلقت. اصلا توقعت انها تتطلق. في زولا جينا تمشي المحل الفلاني المحل العلاني، جينا فشخرة يعني حالتها صعبة. راجل مسكين يمشي يتعب يتعب ويجيب الكروش عشان تمشي لي محلات الماركات الغالية، شنطة واحدة ب 900 و 1000 ريال، وهي تمشي تشتري بقروش راجل. كده يا اخي. ايوه كده الحمد لله. يا حرام عليكم. لا لا يا الله يا. وبس اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا اللايك والشير سبسكرايب، تابعوني على الانستا حيظهر في الشاشه. وما اطول عليكم اكثر من كذا. وبس كمان قبل ما اقفل الفيديو اكتبوا لي رايكم في التمثيل، لانه انا ما بعرف امثل شديد، فاكتبوا لي رايكم وكيف التمثيل، عجبكم ولا لا، لانه الفيديو ده بجد يعني صراحه تعبت عليه شديد. وما طول عليكم اكثر من كده. وبس يلا اشوفكم في فلوج بكره. باي. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا، كيف الحال؟